السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سلمان الأحمدي. النصيحة وما أدراك ما النصيحة. النصيحة لابد إنها عشان تكون نصيحة وعشان تأتي ودورها ونتائجها لازم لابد تكون مقترنة بالمحبة. أن تحب الشخص الذي بتنصحه هذه ضرورية جدا. النصيحة اللي يكون هدفها الانتقام، النصيحة اللي يكون هدفها الاستهزاء بالآخر أصلا هي ما تكون نصيحة، فضلا عن أنها تعطي نتيجة. أوكي، البارح حصلت قصة ظريفة. نحن بنصلي التراويح، وقفت أصلي التراويح طبعا في الصف. أحد المصلين اللي أمامي الموبايل أو الجوال حقه رن، جواله الظاهر آيفون، ونغمة الآيفون نفسها المعروفة هي اللي بس قوة النغمة، ما بعرف السبب إيش. إنه شكيت إنه الموبايل هو الموبايل حقي اللي بيرن، فكان موبايل في جيبي، وأنا عادة الموبايل ما يرن، يعني الجوال عندي فين وفين يرن. فلما سمعت الرنة شكيت بنسبة 10% إنه هو جوالي أنا وموبايلي، فحطيت يدي في كذا في جيبي على اساس احس انه اذا هز، لانه هو هز اذا بيهز فمعناه في جوالي هو اللي بيرن. فحطيت يدي كده في جيبي، ما احس ما بيرن، فعرفت انه مو جوالي. رجعت حطيت يدي عاده زي العاده يعني. المهم شوي كده نص دقيقه رجع رن ثاني مره جوال اخي اللي قدامي، رجعت ثاني مره شككني. سبحان الله انا 90% متاكد انه هو اللي امامي، لكن في عندي شكك انه كانه الصوت من عندي. فرجعت حطيت يدي كده في جيبي. طبعا احنا في صلاه التراويح يعني انا هذا التصرف ما احبه حتى في الوراء، يعني اؤيده وقت الفريضه. المهم حطيت يدي في جيبي، اتاكدت برضه انه ما هو موبايل. المشكله فين؟ اللي بيصلي في جنبي الاخ رغم انه في يساري ايضا، لكن اللي في يميني هو من النوع اللي يحب ينصح بين قوسين. اوكي، ففي المرة الأولانية طبعا الجوال مرتين رن، فهو طبعا حاطط فبدأ يشحن وينتفخ لدرجة إني شكيت إنه هو يعني زارع نفافيخ فانتفخ، صار ينتفخ يعني كده هذه الحركة يسويها. المهم رجع رن الموبايل ثاني مرة، رجع يعني أبدأ نوع من الامتعاض بالنفس والانتفاخ هذا. فسبحان الله طبعا لما بحط يدي انا في جيبي وبيسكت الموبايل هو على باله ان انا بطفيه يعني. اوكي، اقول سبحان الله دحين نسلم نغلق الصلاه فتاتي المحاضره يعني. وسبحان الله ما في الا دقيقتين اخرى والموبايل عنده يرن. طبعا ارتبك ارتباك غريب، انه هو كان في وضعيه مستعد للهجوم يعني، فارتبك سبحان الله دخل يده في جيبه وطفى الموبايل ما علينا. فبدا سبحان الله الانتفاخ هذاك واللي كان فيه كذا ايش يعني انكمش شويه شويه على نفسه، والحمد لله حصل خير. فالهدف من القصه انه وانت بتنصح لا تنزه نفسك، او انا بنصح ما انزه نفسي عن الوقوع في نفس الغلطه اللي وقع فيها من انت الان تنصحه. اتمنى تكون الفكره وضحت. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله.